اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا حبايبي، او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفي فيه الفيديو. عاملين ايه يا غاليين؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى جايه لكم بروتين كده، روتين محفز وروتين مشجع. تعالوا شوفوا النهارده صباحنا كده من اول يومنا في يوم مدارس وكله نشاط. بدأت ان انا اجهز الفطار لفيروستي، ربنا يخليها لي يا رب ويحفظها. وان شاء الله النهارده هتشوفوا روتين خفيف ولذيذ وظريف كده كالعاده، وان شاء الله الفيديو نول اعجابكم. واتمنى منكم ما تنسوش لايكاتكم واشتراكاتكم وكومنتاتكم. حطوا لي اللايك وعلوا اللايكات كده، ووصلوا لي الفيديو ده لاكبر عدد من المشاهدات واللايكات. عملت هنا اول حاجه الشاي بلبن، طبعا حاجه المقدسه في افطارنا، بموت في حاجه اسمها شاي بلبن انا وفيروزه. المهم هنا بدات ان انا احط كده الشاي بلبن في الكوبايات علشان هنفطر، وكنت عامله كوبايه زياده. وهنا بدات ان انا اجهز فطار لابو فيروز وفيروزه، وكمان اعمل لنفسي كده مج النسكافيه. وبدات ان انا اجهز في اللانش بوكس بتاع فيروزه وهي بتفطر، علشان هي خلاص رايحه الحضانه، بقينا مسؤولين وعندنا فيروزه بتروح الحضانه. تعالوا هقول لكم هنعمل ايه لللانش بوكس. هناخد هنا بخيرها بقى، بقول لها عايزه ايه، اختاري موز ولا جوافه. لازم بناخد ثمره من الفاكهه واحده كده، حاجه من الاثنين. بقشرها لها التفاحه او الجوافه، بلفها لها في ورق الاسترتش رول وعلبه العصير. كمان لازم مشروب الحليب ده بالشوكولاته او الموز او علبه عصير مانجا. المهم هي اهم حاجه في يومها العصير. وهنا هنعمل سندوتشات ادي الفينو، وهنعمل سندوتشات جبنة، وهنعمل سندوتشات مربى. هديها من هنا ومن هنا علشان لو حبت تاكل جبنة تاكل، ما حبتش تاكل المربى. عملت لها التفاح، قشرته لها، وقشرت لها الخيار كده، قطعته لها قصدي، واديتها مثلث جبنة. وعملت لها السندوتشات برضو، وادي علبة العصير. اللانش بوكس بتاعها بيقفل كده، هو مقسوم. وجهزنا كده اللانش بوكس بتاع فيروزة، وبدأت ان انا طلعتها على الحضانة، وبعدين ريحت شوية وبدأت ان انا اشوف يومي. هجهز لهم غدا سريع كده على ما بال ما ترجع من الحضانة تلاقي الاكل جاهز. الاكل بيبقى تجهيزه على الساعة 11 كده، 11:30، لانها بترجع يعني تقريبا الساعة 1 من الحضانة. فعلشان على ما اخلص كل حاجة تكون هي رجعت. هنا كنت شارية المخلل والكوكي. الكوكي هنا كان كوكي دبوس، وجبة حلوة على فكرة. لما انت تحمر شوية مكرونة، تحمر شوية بطاطس، تقلي كوكي، يعني وجبة سريعة وحلوة. وفيروزة عندي كانت هي اللي عايزة الكوكي فجبته عشانها، وكان ما شاء الله حلو لسه جديد وطازة كده، فحتى عرفته من اول ما فتحت الكيس. وعملت هنا المكرونة، حمرتها وبدأت ان انا اطفيها بالمية كده، احط لها مكعب مرقة واستوت. وكمان جهزت لهم سلطة. دايما حطي كده على سفرتك اذا كانت غدا ولا عشاء طبق سلطة. سلطة مفيدة جدا مع عصرة ليمونة كده. وحمرت البطاطس وكمان الكاتشب، فيروز عايزة بطاطس بالكاتشب. وقليت الكوكي، وبدأت ان انا احط كده الاكل على الصينية، والحمد لله اتغدينا. بين الوجبات بحب ان انا اعمل عصير، اذا كان عصير مانجا او عصير جوافة، اي حاجة موجودة، او رمان بالبنجر، او كمان طبق فاكهة يغني عن ده وده، يعني ممكن عنب، ممكن رمان. معلش بعتذر، بس ايه نسيت اعمل التليفون صامت، ف الرنات بتزعجكم عارفة، استحملوني. اشتريت العنب ده وقلت ان انا اغسله علشان ايه، فيروزة كده وهي قاعدة مثلا بتفرج على التلفزيون اجيب لها حتة كده تاكلها. العنب البناتي طبعا كلكم عارفين انه حلو قوي. هو غالي دلوقتي طبعا عشان خلاص الموسم بتاعه. بشكركم جدا انكم بتدخلوا وبتتفرجوا على الفيديوهات وبتدعموني وبتفرحوني، ان شاء الله توصلوني كده لل2000 مشترك بسرعة. صلوا على الحبيب لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا. جينا بقى ايه على بالليل كده، فيروزتي
كانت هنا عماله بتمص المصاصه وقعدتها فوق الرخامه، عايزه تقول لكم حطوا لها لايك، حطوا لايك لروزا وصلوا على الحبيب وكمان اذكروا الله. المهم هنا عندي كميه برضو من اللبن، بدات ان انا احطها على النار كده، استناها لحد ما تفور، وعملت ايه مكرونه هنا باللبن للعشاء، حاجه خفيفه. لو اقول لكم اليوم ده في مكرونه ومكرونه هتقولوا ليه الصبح وبالليل مكرونه؟ للاسف ما كنتش عندي عيش كفايه، وقلت خلاص بالمره خليها بكره بقى، ايه بدل ما نشتري بالليل خليها بكره. اعمل دلوقتي وجبه كده الفيروزه سريعه، المكرونه باللبن حلو، ولو اتبقى منها حبه بتفطر بيهم تاني يوم عادي ما فيش مشكله. انا ما بعملش كميات كتيره، زي ما انتم شايفين كميه على قد انا وهي وبابا، يعني لو طبق صغير كده طبعا هيشبع بصراحة. هي حلوة واحنا بنحب المكرونة دي اللي بلبن. بدأت ان انا اسلقها، وبعدين حطيت عليها اللبن والسكر، وهنا كانت المكرونة خلاص استوت جاهزة على الغرف، غرفت منها واتعشينا والحمد لله. يا رب ديمها نعمة، يا رب العالمين واحفظها من الزوال. بشكركم جدا يا احلى متابعين.